يا ريتني جايبه كاميرا فيديو، كنت عملت لقاء تلفزيوني. لا هيك القصه كتير بتزيد عن حدها، مو معقول. بعد اذنكم ممكن جدد لك مكياجك قبل التصوير؟ طيب ماشي، بعد شوي رح اجي. لو عملنا لقاء تلفزيوني كان رح يكون الافضل هاي السنه. خلص خليه يكون احسن ريبورتاج صحفي. والشي المهم انه هذا اول ريبورتاج عائلي، بتعرفي. بعرف، وصادفت هالشغله قبل عرسنا، يعني هيك رح نقدم لكم سبق صحفي. شكرا كتير، لو ما كتبت الصحف ونشرت بحقكم كل هالشغلات ما كنتوا رح تقبلوا تعملوا معنا هالريبورتاج. نحنا اللي بيهمنا ما حدا يتجاوز حدوده معنا. نوها خانم بلشت من هلأ تضربنا بحجارة. خلاص بوعدك ما نتجاوز حدودنا أبدا. فهمتيني غلط، أنا عم بحكي بشكل عام. نحنا صرنا جاهزين، نبدأ بالأول مع حضرتك. تفضلي. موافق. شي حلو كتير. تعالي. جاهزين. حضرتك تصدرت الصحف بالأيام الأخيرة، وخصوصي بهاليومين هدول. أنا مثل كل هالناس حابة أعرف قصة حياتك من بدايتها لهلأ. مين هو مؤيد تيكين أوغلو؟ يعني وين ولد؟ وين قضى طفولته؟ ومين هي العيلة اللي بينتمي لها؟ طيب ماشي. وكمان حابين نعرف مين هو اللي سرق لقلبة لبانا سنانير. أنا ولدت وربيت باسطنبول، بس عيلتي وبيت جدي من منطقة البحر الأسود. صحيح أنه كانوا فرانين؟ صحيح، أنا كنت ساكن بأوسكودار وهلأ بالوقت الحالي انتقلت على عطار. وكمان عندي أب وأم بيحبوني وبحبهم، وأخ كمان. عائلتنا حلوة ومميزة وما فيها مشاكل بنوم. وين فيروز؟ ما اجت. ليش؟ قال راحت على المزرعه هي واولاد عمها. قلت لي لكان هي واولاد عمها؟ ايه، انا خبرتها، بس الظاهر هي حابه تعمل مشكله. لكن لا تلومني على اللي بدي ساوي فيها. طيب خبرنا كيف تعرفت على بانا خانم. نحن كنا عم ندرس بنفس الكليه، طبعا لساتنا عم ندرس لهلا. لكن قصة عشقكم بديت على مقاعد الدراسة. يي يا سامي بيك، والله طالعة صورتك أحلى من كل هالصور يلي بالجريدة. عن جد كتير حلوة، طالعة شخصية، ها، وقار وهيبة والله. شو بدك بالصورة هلأ؟ شوفي شو حاكين عني. كل شي بيحكوه معنو مهم، المهم إنه صورتك طلعت بالجريدة وصرت مشهور كتير. والله وساوك نجم. كوسر خانم، كم كعكة بدك حط لك؟ مو كتير، بس ثلاثة. بدك معهم شي تاني؟ كنت بدي أقول لك بكرة، بس منين يا حسرة، طلع بإيدهم وحرمونا منا. شو منعمل؟ مندبر حالنا بالكعك والغريبة. صحيح، تعرف مهند لسه في عندي بكرة بالبراد، منيح اللي ما عرف فيها أخوك. كان قالهم يروحوا ياخدوها من البراد والله. انت كنت جايب لنا كم كيس من شان ندوقهم من فترة، انا لحتى ما يخربوا قمت حطيتهم بالفريزة. روحوا لعنا وضيفكن منهم. كوسر خانوم، رح حطهم بالكيس لانهم سخنين. الله يسلم هالايدين، صحتين وعافية على قلبكم. ريحة بتشهي والله، ما في احلى من ريحة الكعك التازة. سامي بيك، اسمع لقلك، أكلة الكعك ما بتبطل بنوب، على طول ضل حاطت هالفكرة ببالك. تفضل هدول. صحة وعافية. يسلموا. يلا باي باي. الله معك. مع السلامة. لمين هالسيارة؟
مرحبا. يا أهلا وسهلا. أنا شكيب أونجو. تفضل. بصراحة أنا وقت بديت شغل كانت دكانتي أصغر من هي بكتير. كان عندي فرن كعك صغير، وبعدين اجوا الأولاد ووسعوا الشغل، حولوا هالفرن الصغير لسلسلة شركات كتير كبيرة. الله يخلي لك ياهم. وأولادي عم يشتغلوا هلأ مع ابنكم، مع مؤيد تكين أغلو. هلأ فهمت شو القصة. بس نحن ما بقى عم نشتغل بالبكرة، انتهينا، أخذوا كل شيء مبارح. بعرف، حتى الفرن الصغير إجوا أخذوه. نحن ما بقى رح نشتغل بالبكرة ولا حتى حنبيعها، انتهينا. برأيي ما في شيء ما بيتصلح. أنا لما عرفت بالمشكلة اللي صايرة إجيت لعندكم فورا. ما بيصير الواحد يدير ظهره لأبوه، وإذا صار هيك شيء أنا ما بحط إيدي بإيده أبدا، ولهالسبب ما رح توقفوا شغل بالبكرة، وإلا أنا ما رح أسمح إنه تنباع هالبكرة بأي محل أبدا. يا أحلى. بانا لو سمحتي حاجة بقى. ماشي حبيبي، يلا خلصنا. بتمنى تفكر بالموضوع منيح، لأني كتير جدي بعضه، وتأكد ما رح تندم أبدا، المرابح كتير كبيرة. هالعرض مغري كتير، وشكراً كتير لك، بس نحن ما بقى رح نشتغل بهيك شيء. الأولاد بيقعدوا ساكتين وقت اللي بيكون أبوهن موجود. هذا المحل رح يكون حلقة من السلسلة، ونحن رح ندعمكم. والله طالعين بهالصورة مثل الحسناء والوحش، بس الظاهر بهالقصة الحسناء هي اللي رح تاكل الوحش. علي حرام عليك، مو شايفه كيف متفاجئ؟ والله طالع بهالصورة مثل الولد الصغير اللي ما نو عارفان شو عم بيصير. ولك يضرب بهالمنظر. شوف هالصورة كمان. والله العظيم بيلبق لهم يمثلوا شي فيلم غرامي. ليكي شوفي كيف مصدقة حالها، مفكرة حالها الأميرة ديانا. وقف لا تقلب الصفحة، عم بقرا. ليك مهند لا ترمي المجلة، خبيها منحتاجها. انت لا تخاف، ما رح نرميها. بتعرفوا قصة الحسناء والوحش الواحد ما بيمل منها، كل يوم بيقراها علقوها على باب التواليت. ماشي. ليش انت رح ترجع تقراها؟ ايه بس على طريقتي. امتى راجع لهون؟ بتصور رح ارجع الليلة. ليك علي اسمع شو بدي اقلك، دير بالك على حالك وسلم كتير على والدتك واخوك، وبس ترجع اتصل فينا. يلا مع السلامة. الله يسلمك مهند، بيوصل. ديروا بالكم على جميلة. ماشي لا تخاف عليها. ما تخاف عليها، انت دير بالك على حالك من البنات الحلوين. يلا مع السلامة علوش. الله يسلمك. يحل عنا بقى. والله كم ساعة ضلوا قدام الكاميرا لحتى تصوروا كل هالصور؟ العشق الذي بدأ على مقاعد الدراسة فتح أبواب الحياة أمام مؤيد تكين أغلو. والله مسكين هالمؤيد. هذا الطريق هو اللي اختار. شو عامل اليوم؟ عم فكر اني ابقى معك كل الوقت. حلو كتير.